وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. يعني وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني أمة واحدة يعني جماعة واحدة على التوحيد. نقول الإنسان بيولد على الإيه؟ على الفطرة. فقد فطروا على الإسلام وجبلوا على الإسلام فاختلفوا. تيجي بقى الشياطين، تيجي البيئة الفاسدة، تيجي التربية الخاطئة من الأبوين الكافرين، هما اللي بيحولوا هذه الفطرة. وتأتي الشياطين تفسد عقول الناس، دي شغلتهم. وفي الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. يبقى وما كان الناس إلا أمة واحدة على الإسلام والفطرة الصحيحة فاختلفوا، يعني انتكست فطرهم بفعل الشيطان والبيئة الفاسدة. أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولولا كلمة سبقت من ربك، يعني ولولا كلمة، يعني قضاء الله الذي تكلم به سبحانه وتعالى، قضاء الله الذي تكلم به قبل أن يخلق الخلق، لقضي بينهم، يعني لحكم عليهم قبل يوم القيامة إن ده كافر يعاقب ويهلك ويهلك أو يهلكه الله، وده مؤمن ينعم. طيب ليه ربنا لم يعمل ذلك؟ لأنه قضى سبحانه وتعالى في كتاب أن الفصل بينهم لا يكون في الدنيا، إنما يكون يوم القيامة. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، يعني في هذه الدنيا فيما فيه يختلفون، على طول لحكم على كل منهم بما يستحق، عشان ما يفتكرش الكافر اللي هو يعني ما دام ان ما فيش عقوبة ان هو في امان ان هو على خير. لا، ده فيه لسه مصير يوم القيامة، ففي عقاب وفي حساب يوم القيامة. فضل عليه الصلاة والسلام. لا، ده ما كانش من فعل الصحابة، لا ببركة الرسول ولا بجاه الرسول ولا بذات الرسول. لم يرد حرف واحد من الصحابة أنهم كانوا يتوسلون، وده نوع من التوسل، ببركة أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أفهموا للدين منا. فلو كان ذلك مما يبعث على إجابة الدعاء ومما يقرب إلى الله لسبقونا إليه. حتى دائما الإمام مالك كان يقول الكلمة دي: لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خير لعملوا الصحابة. إنما التوسل بجاهه أو بذاته أو ببركته أو ببركة الأيام المباركة زي ما بعض الناس يقول، أو ببركة الأيام الممطرة، كل ده من البدع في الدعاء. ده مش شرك، لكن بدع، بدع في الدعاء، لازم يجب أن ننقي دعاءنا منه. لا لا، مفيش بدع مستحسنة، كل بدعة ضلالة. مفيش بدع مستحسنة، كل البدع سماها النبي ضلالة، وكل من ألفاظ العموم عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ده اسمه التبرك بأجزاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ده جائز نعم، بشعره بثيابه بعرقه ينفع تبرك بها نعم. نعم، هم لم يتبركوا بعد ذلك. لا، هو بعد موته كانوا بيتبركوا ببعض الأشياء التي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما ما كانوش في دعائهم بيقولوا ببركة النبي.
إنما أجزاء من جسد النبي صلى الله عليه وسلم أو ثيابه يجوز اللي احنا نتبرك بها، دي خاصية فقط للنبي صلى الله عليه وسلم.